اخبار اليوم. حلقه جديده من شارع الصحافه. والنهارده حقيقه يعني عندنا اسبوع رياضي متبك، يعني لا سيما بعد ما حصل مع الاهلي سواء في الدوري او في خارجيا. ومن هذا المنطلق النهارده اخبار رياضه تطلعنا على الكثير من هذه الاخبار والعناوين المثيره في هذا الاسبوع الرياضي. معنا الكاتب الصحفي الاستاذ محمد صادق، مدير عام تحرير اخبار رياضه، هيقول لنا يعني ايه اللي حصل بالضبط في هذا الاسبوع الرياضي المرتبك. اولا نرحب به، اهلا بحضرتك استاذ محمد صادق. اكيد اسبوع حزين للاهلي بصفه خاصه والجماهير الاهلي بصفه خاصه. بدا بهزيمه للفريق امام المصري البورسعيدي بثلاثه اهداف مقابل هدفين، والبعض كان يعتقد ان هي كبوه للبطل او كبوه للفارس الاهلاوي الكبير اللي بيسعى لاستعاده لقب الدوري، وانه 24 ساعه او 48 ساعه قادر على انه يستشفي من هذا السقوط، لكنه توجه الى زامبيا والتقى بفريق زيسكو بطل زامبيا. وهذا الفريق يعد ثاني اضعف فرق المجموعه الاولى اللي بيلعب فيها الاهلي في دوري ابطال افريقيا في دور الثمانيه. فوجئ الجميع بان الاهلي يكرر السقوط مره اخرى، ثلاثه اهداف، يتاخر بثلاثه اهداف، بيجيب جول وبعدين يجيب اثنين، نفس السيناريو الذي وقع في امام مصري هو الذي تكرر في زامبيا. فانهزم الاهلي 3-2. البعض خايف على الاهلي، البعض يرى ان هذه كبوه محليه وكبوه افريقيه من الممكن ان يفيق منها الاهلي. مارتن يول المدير الفني للاهلي اجاب على كل هذه التساؤلات في حوار خاص لاخبار الرياضه، قال فيه انه بالتاكيد الكبوة لها أسباب كثيرة، وأنه بالتأكيد أن حراسة المرمى وبالتأكيد أن غياب عدد كبير من اللاعبين للإصابات كان أحد أو كان من بين الأسباب التي أدت إلى هذا السقوط المحلي. والحوار هذا الحوار أجاب فيه مارتن يول عن كل شيء، حتى تطرق إلى قصة صيام اللاعبين وتطرق إلى ملعب كذا، وتطرق أيضا إلى أنه أحلامه ما زالت باقية كما هي، في أنه هو الأهلي قادر على أن يحسم لقب الدوري في المقاعة القادمة، وأيضا على المستوى المحلي، وقادر أيضا على أن يستعيد صدارة المجموعة من خلال اللقاء القادم مع فريق أسك بطل ساحل العاج. وأنه السقوط في بداية دور الثمانية أمر وارد للفرق الكبيرة، ومن الفرق الكبيرة القوية ممكن جدا أن تنهض، ولكنه تمنى أن يتعافى لعيب الأهلي سريعا من الإصابات وأن يستعيدوا مستواهم. وقال اعترف في حواره لأخبار الرياضة أن هناك أخطاء قاتلة لدى الدفاع ولدى خط ولدى حارس المرمى، وان هو هيعمل خلال الساعات القليله القادمه بعد العوده من زامبيا على معالجه هذه الاخطاء قبل المواجهه الساخنه والرهيبه مع مركز حراسه المرمى محجوز لشريف اكرامي، رغم ان احنا بنشوف شريف اكرامي في عديد من المباريات مهتز، مبارياته مش يعني غير اللي ما عندوش رد الفعل السريع، ما عندوش المرونه ان هو يتصدى لبعض الكرات، ما عندوش كذا ما عندوش كذا، ممكن يكون في اصابات بعض الاحيان، لكن جهاز الفني الاهلي، لكن مدرب حراس مرمى الاهلي بيفضله على الاخر. بالتاكيد لو ان عصام الحضري موجود كان يبقى هو البعبع بتاع شريف اكرامي، هيخليه ان هو يرتقي بمستواه ويبقى في تنافس، لكن الحراس الموجودين في الاهلي ليس بينهم وبين اكرامي تنافس. بنتكلم في اخبار رياضه بنقول ان هناك قمه رباعيه تاريخيه ستحسم لقب الدوري يوم الجمعه. من الممكن ان تحسم لقب الدوري يوم الجمعه، احنا بنقدم لهذه القمه التاريخيه اللي هي مباراه الاهلي مع الاسماعيلي ومباراه المصري مع الزمالك، المباراتين هيقاما في وقت واحد مساء الجمعه المقبل 24 يونيو، هاي المباراتين دول هيتوقف عليهم من يفوز بلقب الدوري هذا الموسم. وبنقول في ان هناك اربع او خمس احتمالات وذاكرينه في اخبار الرياضه، انه لو الاهلي فاز على الاسماعيلي والزمالك والزمالك انهزم من المصري، توج الاهلي بطلا للدوري يوم الجمعه. ان في فرق نقاط يبقى 8، خلاص خلصت القصه، ما هو باقي وده موجود في اخبار الرياضه. الحل الثاني ان الزمالك يفوز على المصري والاهلي ينهزم الاسماعيلي، يتجدد امل الزمالك فوز بالدوري بشرط انه الاهلي يتكعبل قدام الاتحاد السكندري.
الحل الثالث ان يبقى الوضع على ما هو عليه، معنى صح ان الاهلي يفوز على الاسماعيلي والزمالك يفوز على المصري، او يتعادلوا هما الاثنين او يتهزموا هما الاثنين، فيبقى الوضع على ما هو عليه، ويتاجل الحسم الى الاسبوع المقبل حيث يلتقي الاهلي مع الاتحاد السكندري والزمالك مع سموحه. وفي الحاله دي ايه برضه هيبقى الصراع موجود ويبقى الاهلي متقدم في الفرق الافريقيه. احنا مش قادرين نقدر نتكلم على الاهلي، مش هنقدر نتكلم على الزمالك. احنا بنتكلم دلوقتي عن الزمالك، لسه هيلعب بعد قليل يوم الاحد طبعا مباراته مع انيمبا النيجيري، ما نعرفش نتيجتها في علم الغيب، لسه طبعا المباراه ما عرفناهاش، ممكن مستمع هيشوفها يعرفها، لكن احنا بنتكلم على الاهلي. الاهلي له مباراة أخرى مع أسك أبيدجان بطل ساحل العاج هنا في القاهرة، ودي هتكون مباراة في الجولة الثانية يوم 28 يونيو. يتوجب على الأهلي يفوز بها عشان يستمر في السباق. لسه بدري المشوار، لسه بدري، دول 6 مباريات في دور الثمانية، 6 مباريات الأهلي فقد 3 نقاط منهم، لكن قدامه أكثر من 15 نقطة، لو فاز ب 12 أو ب 11 نقطة هيتأهل لدور الدور قبل النهائي. فيعني بنطمن جماهير الأهلي إنه الهزيمة أمام زيسكو ليست هي نهاية المطاف، لكن لو تكررت الهزيمة أمام الإسماعيلي أعتقد إن الأهلي هيبقى موقفه صعب جدا في البطولة المحلية. الأهلي يتصدر الدوري بفارق 5 نقاط عن الزمالك، ويتبقى 3 مباريات لكل فريق. الأهلي يتبقى له مباراة الإسماعيلي يوم الجمعة، ثم الاتحاد السكندري يوم بعديها باسبوع، ثم مباراه الاهلي والزمالك في نهايه الموسم. 3 مباريات الزمالك يتبقى له 3 مباريات، المباراه الاولى مع المصري يوم الجمعه، ثم مع سموحه الاسبوع اللي بعده، ثم مع الاهلي في نهايه الاسبوع. الاهلي الاول والزمالك الثاني والفارق 5 نقاط، الثلاث مباريات دول هم اللي حددوا من سيفوز بالدوري. هل يحتفظ به الزمالك للعام الثاني على التوالي، ام يسترده الاهلي لمكانه الطبيعي في الجزيره؟ على كل حال النتائج دي، لكن الصراع في الدوري مشتعل على المركزين الثالث والرابع. المصري يحتل المركز الثاني الثالث برصيد 52 نقطة، يهمه ان هو يفوز على الزمالك عشان خاطر يحافظ على المركز الثالث، ولو حافظ على المركز الثالث هيلعب في افريقيا السنة الجاية. ويهمه ايضا ان يكذب الشائعات اللي بتقول ان هناك اتفاق وود بين المصري والزمالك، بحيث ان يبقى المصري يعني يسيب الماتش الكلام فاضي طبعا من الشائعات اللي بتطلق في من حين الى اخر عن التفويت وعن تفويت المباريات والكلام من ده. كذبه حسام حسن في اخبار الرياضه في هذا الحوار اللي قال فيه انه اخطط للفوز على الزمالك. وده حضرتك ده ترد الاخبار الرياضه، الاخبار الرياضه حديث كامل مع حسام حسن بيقول ان هو سيخطط للفوز على الزمالك كما فاز على الاهلي، وبيذكر اسباب الفوز على الاهلي اللي حصلت. المركز الرابع، المركز الرابع يتنافس عليه طبعا، المركز الثالث بيتنافس عليه وادي دجله، وبيتنافس عليه ايضا سموحه، ويتنافس عليه الاسماعيلي، ويتنافس عليه الاسماعيلي، ومن بعيد الداخليه. الاسماعيلي لو قدر له ان يفوز على الاهلي هيبقى خطا خطوه كبيره نحو المنافسه على المركز الرابع. المصري لو فاز على الزمالك هيبقى ضمن البقاء في المركز الثالث بنسبه 95 او 99% انه هو ياخد المركز الثالث. الاسماعيلي لو فاز وسموحه معاه في النظام، يعني هنقدر نقول ان المركز الثالث والرابع بين 4 انديه، المصري والاسماعيلي وسموحه ووادي الدجله. على الترتيب المصري الثالث، يليه وادي دجله الرابع، يليه سموحه الخامس، الاسماعيلي السابع، وفي وصيهم كده الداخليه مش هيقدر يعمل لي فلفص او ما يقدر ياخد الثالث والرابع من الفرق الكبيره. انا بوريدا رئيس عضو الاتحاد الدولي لكره القدم، هو الراجل خرج عن صمته بيتكلم بيقول ايه اللي حصل في حكايه التصنيف، تصنيف منتخب مصر، وانه ازاي الفيفا اعاد التصنيف، وبيقول لنا اسرار الضغوط التي مورست على الفيفا من اجل اعاده التصنيف. احنا عارفين ان التصنيف بتاع الاولاني اللي اظهره فيفا كان بيضع منتخب مصر في التصنيف الثاني ومنتخب تونس في التصنيف الاول. بعد ضغوط وشكوى من مصر وضع منتخب مصر، لسه لم يوضع، الاتحاد الدولي قرر انه يعيد التصنيف تاني ويعلنه يوم 21 يوم الثلاث يوم صدور اخبار الرياضة. في الحالة دي اما ان يعود منتخب مصر للتصنيف الاول، هو الاقرب وهو الارجح وهو يعني القريب جدا، وهو الذي نتمناه،
او يظل الوضع على ما هو عليه، لكن احنا ما نعرفش نتيجه التصنيف هتبقى ايه. البعض قال ان مصر عدد التصنيف الاول واستبق الاحداث، احنا لسه الفيفا سيعلن التصنيف يوم 21 يونيو بالحسابات والارقام منتخب مصر سيعود الى التصنيف الاول، لكن من الممكن ان تدخل بعض العوامل الاخرى او الحسابات الاخرى تخلي منتخب مصر يظل في التصنيف الثاني زي ما هو، وممكن جدا نلقى مصر وتونس في التصنيف الاول ونلقى مثلا الرأس الاخضر في التصنيف الثاني. مش عارفين ايه اللي هيحصل يوم الثلاث، نترقب جميعا. واخبار الرياضه بتقول هذه القصه وبتقول وان هانا بوريدا بيراهن على هيكتور كوبر بان هو سيصل بالمنتخب الى نهائيات كاس العالم بروسيا 2018 بفضل انه معاه مجموعه كويسه من اللاعبين، وبصرف النظر عن ان منتخب مصر يقع في التصنيف الاول او التصنيف الثاني، انه هناك اصرار على الوصول لكاس العالم. تابعونا على صفحات الاخبار يعني هذا الاسبوع. شكرا لكم، كان معنا الكاتب الصحفي الاستاذ محمد صادق مدير عام تحرير اخبار الرياضه في حلقه شارع الصحافه لهذا الاسبوع. شكرا لكم، دمتم والى اللقاء.